بالأضواء والظلال روت فرقة بلوبلس العالمية الأمريكية التنوع الثقافي والحضاري وتطور الإمارات في فقرة خاصة من عرضها شادولاند في العاصمة أبوظبي. العرض الحائز على عدة جوائز عالمية شاهده الملايين في العالم جمع بين فنون خيال الظل والسيرك والاستعراض على أنغام الموسيقى. قدمنا عروضا في دول مختلفة في استراليا والصين وبريطانيا وفي الولايات المتحدة وفي بعض الدول العربية كالكويت وبيروت، وها نحن الآن هنا نقدم مشاهد من الحياة في أبوظبي من خلال عرضنا كما نفعل عادة في كل الدول التي نعرض فيها شادولاند، نقدم شيئا خاصا للبلد نفسه لنقول له شكرا. الطريقة المتبعة في مسرح خيال الظل والتي قد تبدو معقدة للمشاهد بسيطة للغاية، إذ يقف الممثل بين مصدر ضوئي وستار أبيض فتظهر صورته في الاتجاه الآخر على شكل ظل. إضافة طبعا إلى البنية الجسدية القوية لفريق العرض المكون من 9 أشخاص التي جعلت من تحركاتهم خفيفة على المسرح. هناك العديد من الخدع التي لا يمكنني طبعا إخبارك عنها، لكن نحن نعمل كفريق واحد ونكمل بعضنا الآخر، خاصة عندما نقدم شكلا واحدا كبيرا. في كثير من الأحيان لدينا ما يسمى بالصورة المركبة، أي عندما نكون صورة واحدة كبيرة. مثلا عندما تشاهدين صورة الرأس فهناك 9 أشخاص كونوا هذا الشكل، وعليهم معرفة من يقف في الأمام ليبدو صغيرا ومن يقف في الخلف ليبدو أكبر. ساعة ونصف ساعة من العرض أسر خلالها الضوء والظل المشاهدين في قصة تجربة فتاة في استكشاف الحياة جمعت بين الفكاهة والدراما المشوقة. من إمارة أبوظبي، هبة صنع الله، العربية.